مش لازم تروح المقوات، ومش لازم تسمر في عرس صاحبك. أبسط واحد ممكن توديك في 60 داهية، مش بس أنت، وعائلتك وأطفالك وجيرانك. ولا تنسى أن قطاعنا الصحي حالة حالة. إيطاليا وقدي إيطاليا حانبة، وهي دولة قوية ولا عندهم حرب ولا هدر، وأنت مكانك مرفس. قر في بيتك، أيوة أنت قر، الله يرضى عليك. هو كورونا مشو لعب، لأنه بدعممتك واستهتارك عتحلبنا كلنا لا قدر الله، وتتسبب بكارثة ما قد وقعت في العالم كله. على الله، أنا دار أنه على الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل. أبوها الدعم يا مالي قبل ما يقع الفاس في الرأس.